مساء الخير، تحية لكم من التحق بنا في متابعة هذا البث المباشر لغونديفو نوف. اليوم نستقبل في هذا الجزء مصطفى كريم بوعمود، رئيس وحدة التصرف حول الأهداف بوزارة التربية. مساء الخير. مرحبا. أيضا لسعد شوشان، مكلف بمأمورية بديوان وزير التربية. مساء الخير. وزيرة التربية. مساء الخير. تقرير لأمنة السليتي ورجعين. انتهت أمس الأربعاء امتحانات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا دورة جوان 2024 وسط أجواء خاصة تحمل الأمل والخوف لدى التلاميذ. وبالرغم من تسجيل حالة غش في الأيام الأولى من الاختبارات، فإن وزارة التربية تمكنت من السيطرة على الوضع وأمنت سير الامتحانات في ظروف طيبة بكل مراكز الامتحانات ومراكز التجميع والإصلاح. وعرفت ظاهرة الغش تقلصا مقارنة بالسنة الفارطة، وفق ما أكدته وزيرة التربية سلوى العباسي، فقد تم تسجيل 231 حالة غش خلال ثلاث الأيام الأولى من الامتحان، فإنها قد تراجعت مقارنة بالسنة الفارطة والتي تم خلال نفس الفترة رصد 322 حالة غش. وفي إطار دعم مجهودات وزارة التربية ومعاضدتها في تأمين المؤسسات التربوية والتصدي إلى كل محاولة الغش، فقد تمكنت الوحدات الأمنية والإطارات التابعة للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بالجورجاني بالتنسيق مع النيابة العمومية من الإتاحة بالمشرف على صفحة ليفل باك الناشطة بموقع التواصل الاجتماعي، والتي عمدت إلى مساعدة بعض الممتحنين في محاولات الغش خلال امتحانات البكالوريا. الغش ومحاولة تسريب الامتحانات في المناظرات العمومية وتورط مراقبين ومسؤولين هي من بين المؤشرات التي تكشف أن قطاع التعليم في تونس يعيش منذ سنوات طويلة على وقع حزمة من الأزمات والمشاكل التي أثرت عليه سلبا. وفي هذا الصدد صرحت وزيرة التربية سلوى العباسي في تعليقها على ظاهرة الغش أن العشرية الماضية تركت الانطباع حول غياب عقل سياسي جامع يوجه العقل البيداغوجي الجامع. ومن أبرز المشاكل التي أصبح يعاني منها التعليم في تونس تراجع مستوى السلوكات والقيم والأخلاق والروابط والعلاقات، حيث لم يعد دور المدرسة والمعلم مؤثراً في التلاميذ، إضافة إلى انتشار العنف داخل المدارس والاعتداءات على الأساتذة. أيضاً عرفت المنظومة التربوية تراجعاً على مستوى المناهج بسبب النقص في عدد المدرسين، إضافة إلى تدهور البنية التحتية في المدارس، حتى أن البعض منها بات يفتقد للمياه الصالحة للشرب، كما أن بعضها تعرض إلى حوادث حرق وسقوط أجزاء من السقف ومن جدران القاعات وتعرضها إلى اقتحامات وسرقة. إصلاح قطاع التعليم بات من أولويات الحكومة التي تسعى لبذل جهود كثيفة، خصوصا بعد إجراءات 25 جويلية. وفي هذا الإطار كشفت مذكرة أصدرها المرصد التونسي للاقتصاد أن قطاع التربية يحظى بالحصة الأهم من توزيع النفقات في ميزانية الدولة لهذا العام بنسبة 13.2% من مجموعها، وتم رصد 645 مليون دينار اعتمادات لإصلاح البنية التحتية. الإصلاح التربوي في تونس وصيانة المؤسسات التربوية بات اليوم ضرورة ملحة، فأي استراتيجية تربوية يمكنها أن تنقذ التعليم في تونس وتعيده إلى مراتبه العالمية. اشتد معك لسعد شوشان، مكلف بمأمورية بديوان وزيرة التربية. من حيث انتهى التقرير وهو إصلاح التربوي في تونس وصيانة المؤسسات التربوية أصبح اليوم ضرورة، ومن الإشكاليات المطروحة اليوم في العديد من المدارس هي مشكلة المياه، شنو الاستراتيجية الوزارة في هذه النقطة؟ شكرا. هو الحقيقة اليوم نحكو على مسألة وطنية بامتياز، مسألة المائية اللي هي اختصاص وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، لكن اليوم نحكو في الاختصاص هذا على مستوى وزارة التربية اللي تضم 6126 مؤسسة تربوية. 6120 مؤسسة تربوية مقسمين ما بين ابتدائي اعدادي ثانوي، عنا في حدود 1549 ما بين معاهد ومدارس اعدادية، واللي ما شكلوش ما فيهمش اشكال على مستوى الارتباط بشبكة تونسية للمياه، لكن الإشكال متواجد بكثرة ويطرح أكثر على مستوى المدارس الابتدائية اللي عددها في حدود 4577 مدرسة ابتدائية. لهنا اليوم الإشكال هذا الحقيقة يطرح على مستوى المدارس الابتدائية، خاصة منها الريفية اللي هي غير مرتبطة بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه،
خاطر اليوم عندنا في حدود 3223 مؤسسة تربوية اللي هي مرتبطة بالشبكة بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، لكن بقية المؤسسات واللي هي مرتبطة بأحد آليات التزود بالماء صالح للشرب. لهنا اليوم ما نحكوش على مؤسسات تربوية ما فيهاش ماء الحقيقة، وهذا المفهوم الخاطئ اللي قاعد يدور عند العموم بصفة عامة. نحن اللي كل مرة نحاول ندخل ونصلحه اليوم هو التذبذب من ناحية التزود بالماء صالح للشرب أو عدم الانتظام. هذا اللي كل تحكي مرة على وضعية المدارس الريفية بصفة عامة، بصفة عامة حتى على مستوى المدارس العمومية كيفنا، خاطر المدرسة العمومية ماهيش هي المدارس العمومية في المناطق الريفية، لأن وضعيتها تختلف عن المدارس اللي في المناطق يعني اللي في المدن، لأنه فما مدارس مازالوا لحد الآن بالبدون وبالصلم. هذا اللي باش نحاولوا نقدموه حتى على مستوى الإحصائيات. اليوم كما قلت 3223 مرتبطين بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، 813 اللي هم مرتبطين بالجمعيات المائية، وهذه آلية ثانية نخدموا فيها مع وزارة الفلاحة، وعندنا في حدود 541 مؤسسة اللي هي مزودة عن طريق الآبار أو الصهاريج أو المواجل أو الخزانات. هذا على مستوى الطرح الكلي للمنظومة أو المنشآت المائية داخل المؤسسات التربوية. لكن الحقيقة اليوم كي نحكوا على الاضطراب راو حتى داخل المدن تم اضطراب، حتى على مستوى الشركة على مستوى السونات، ولاحظوا هذايا في خاصة على مستوى الصيف أو في بعض الفترات أو في بعض المدن اللي تعاني من اضطراب التزود بالماء. هذاك علاش وزارة التربية الحقيقة مشكورة سيدة وزارة الفلاحة وبتنسيق كلي مع وزارة مصالح الوزارة وزارة الفلاحة حاولنا إيجاد بعض الحلول لضمان انتظام التزود بالماء صالح للشرب. هذاك علاش نحكوا على مدارس فاهم أكثر من حل، أكثر من وضعية، تلقى مدرسة فيها جمعية مائية وتلقى معاها خزان، تلقى مدرسة فيها سوناد ومعاها بير، تلقى مدرسة فيها جمعية مائية ومعاها بير أو خزان، معناها تم أكثر من حل أو أكثر من وضعية. لكن هذا ما يعنيش أني في بعض الوضعيات وبعض المدارس، خاطر كي نحكوا على اليوم على العدد هذا اللي قلته ونعاود نكرر اليوم 6126، راهو ثم عدد كبير من المدارس اللي متواجدة خارج حتى المسالك أو الطرقات العادية، معناها في مسالك ريفية يكاد يكون الوصول إليها عملية صعبة وصعبة جدا. باش نرجع نواصل معك حول وضعية المدارس وأيضا ما جهزته وزارة التربية ممكن حتى للسنة الدراسية المقبلة، نمشي معك سي مصطفى كريم حول التمويلات اللي تاخذها وزارة التربية، وين قاعدة تمشي، خاصة أنه نعرف أنها تمويلات مرصودة لتطوير المنظومة التربوية. شكرا. هو في الحقيقه اللي يتقال ان وزاره التربيه اخذت برشا قروض وبرشا يعني اعتمادات في الفتره الاخيره، لكن نحب نوضح اللي كونه صحيح الوزاره اخذت اعتمادات نجم نقول مهمه في تاريخ يعني الوزاره، ما اخذيناش تقريبا قروض خارجيه بمثل هذا الحجم، ولكن القروض هذه تم يعني إبرامها ولا تم الحصول عليها بمناسبة تمويل المخطط القطاع التربوي. يعني كي يقولوا اليوم الاعتمادات هذه ساعة هي اعتمادات على مدة 5 سنوات، ما هيش اعتمادات لمدة سنة واحدة يعني على كامل فترة المخطط، وثانيا هي كانت اعتمادات بعنوان مشاريع معينة. وأنا اليوم نحضر بصفتي مدير عام بوزارة التربية، ولكن بصفتي رئيس وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع من المشاريع التي تشرف عليها وزارة التربية، وهو مشروع دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي الممول بالتنسيق مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير. ربما اللي ما هوش قاعد يظهر العمل الكبير اللي قاعد تقوم به الوزارة على مستوى المشاريع الممولة هذه، ويمكن فما على مستوى ربما حتى التسويق لهذه المشاريع ربما فما يعني نوع من التقصير نجم يكون منا احنا ولا من وسائل الإعلام ربما، وإحنا هنا ربما باش نوضحوا اليوم المشاريع الكبرى اللي قاعدة تنجز على مستوى وزارة التربية. مثلا المشروع هذا اللي هو ممول من طرف البنك الدولي ينخرط في إطار إنجاز هدف استراتيجي مدرج ضمن المخطط والتوجهات الاستراتيجية الكبرى للوزارة اللي هو تعميم السنة التحضيرية. اليوم في إطار يعني توجه الوزارة نحو دعم السنة التحضيرية، اللي بينت الدراسات وأنه التلامذة اللي عديوا سنة تحضيرية عندهم
حظوظ أوفر وأنهم يكملوا تعليمهم الابتدائي، فالوزارة خذت اعتمادات هذه لضمان التحاق كافة التلاميذ بسنة التحضيرية. هو السنوات التحضيرية يظهر لي معكم من مشمولية أيضا وزارة المرأة ووزارة الشؤون الدينية. بطبيعة الحال اليوم التوجه على مستوى سنة تحضيرية هو أنه يتم ضمان التحاق التلاميذ بفرص الموجودة على مستوى كامل الفاعلين والمتدخلين في سنة التحضيرية، اللي هم أساسا وزارة التربية من خلال المدارس الابتدائية العمومية والخاصة، وزارة المرأة، وزارة الشؤون وزارة الشؤون الدينية، وحتى وزارة الداخلية من خلال بعض الرياض البلدية. فنسبة التغطية اليوم هي في حدود تقريبا 91.6%، يعني كل الأطفال في شريحة العمرية 5-6 سنوات اليوم يلتحقوا بسنة تحضيرية مهما كان المتدخل. بقات 8% ولا 9% اللي هي ما تلتحقش. فالمشروع هذا جاء لضمان التحاق التلامذة هذوما من خلال إحداث أقسام تحضيرية في المدارس الريفية من خلال مؤشرات التنمية اللي خذيناها بتنسيق بطبيعة الحال مع الياناس. شفنا أكثر الولايات اللي هي نسبة التغطية بسنة تحضيرية ضعيفة، واللي هي نجم نقول يعني عندنا في نسبة في تطاوين، جابس، الكاف، سليانة، جندوبة، المهدية، سوسة، زغوان، هذوما عندنا فيهم إشكال على مستوى الالتحاق بسنة تحضيرية وعلى مستوى العرض اللي تقدم وزارة التربية في المدارس الابتدائية الريفية. فجاء المشروع هذا لإنجاز 200 قسم تحضيري في المناطق اللي ما فيهاش حتى متدخل آخر باستثناء وزارة التربية لضمان الالتحاق نتاع التلامذة هذوما. وبطبيعة الحال العمل على تجهيز الأقسام التحضيرية هذه وتجهيز المدارس الابتدائية. المشاريع الكبرى اللي تخدم عليها وزارة التربية والقروض اللي خذتها وزارة التربية جزء كبير منها ماشي للمرحلة الابتدائية، باعتبار وأن المرحلة الابتدائية في وقت من الأوقات ربما على مستوى التعهد والصيانة كانت الأولوية أكثر للمدارس الإعدادية والمعاهد وما خدتش حظها. في العشرية الأخيرة يعني كان التوجه نحو المدرسة الابتدائية العمومية لمحاولة وأنه يتم تهيئة البنية الأساسية للمدارس الابتدائية هذه، سواء على مستوى الإحداث والتعهد والصيانة وإلا على مستوى التجهيزات. نسألك على دور الجمعيات، لأنه كان للجمعيات دور في خاصة في صيانة المدارس وأيضا في يعني التجهيز حتى في بعض الأحيان. صحيح، هو المجتمع المدني هنا تحية لكل مكونات المجتمع المدني كانت يعني مساهمة فعالة في تعهد وصيانة بالأخص المدارس الابتدائية في وقت من الأوقات. يعني ساهم المجتمع المدني في تعهد وصيانة عدد كبير من المؤسسات وتجهيز كيف على عدد المؤسسات. ولليوم نلاحظوا أنه فما جمعيات قاعدة تتدخل في مدارس ابتدائية لإحداث قاعات متعددة الاختصاصات وإلى قاعات تدريس. ديما هذا يتم بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية والمركز الوطني للصيانة باش بطبيعة الحال نحافظوا على معايير السلامة ومعايير الجودة في الدولة تحت رقابتها. نعم، بإشراف الدولة تحت رقابتها. بيان سيو راي، ديما بالتنسيق مع المندوبية الجهوية ومع الفرع الجهوي للصيانة اللي بطبيعة الحال ينسقوا معاهم على مستوى الدراسات وعلى مستوى الإنجاز والمتابعة. أنا نقول تو من المهم جدا أن وزارة التربية تشتغل على السنة القادمة ونحن بصدد ختم السنة الحالية، وهذا مهم ومهم جدا. ثمة مشكلة على مستوى مؤسساتنا التربوية خاصة التعليم الابتدائي والإعداديات في جانب البنية التحتية. إذا كان أنا أمنيتي نهار 15 سبتمبر من القوش ثم مرمى في إحدى المؤسسات، يعني في السيف نقول وزارة التربية اشتغلت مفروض الآن، وهذا يبدو إن شاء الله أنتم تخدموا عليه وهذا سر وجودكم اليوم بعدنا، أني أنا نهار 15 سبتمبر دنيا سخونة ما قاش تلامذة ما عندهمش ماء. ولو أنه المشكلة هذه ما هي صعبة أستاذ، أنا في اعتقادي يجب نلقاو حل. علاش ما يعملوش فستقيات ولا ماجل ولا غيرها داخل المدارس في المناطق الريفية؟ هي المساكن الناس اللي يعيشوا فيها عاملين ماجل وعاملين فستقية، وهي الدولة في وزارة الفلاحة تعطي تقريبا 10,000 دينار لكل من يعمل ماجل هكا. ثم مشروع عملته الدولة التونسية موجود للمواطنين، هي نخليهم خصصوا منه جزء معين للمدارس باش على الأقل وحدات صحية، أو مش قضية شرب ساعات الأولياء ياخذوا دابوزة مال لولده حتى في المناطق الريفية ياخذوا ويصرفوا على أولادهم ويعطيوا حتى إمكانياتهم، معناها ما هيش لك الكل ولكن شري له دابوس المال يعدي بها أربع سوايع في المدرسة وغيرها، ولكن الوحدات الصحية وغيرها البنية التحتية يلزم نلتفتوا لها، ولكن نلتفتوا لها في مطلع الصائفة وليس في مطلع السنة الدراسية، ويبدو هذا اللي فهمت كونكم ستشتغلون عليه. ثانيا، هناك كثير من الناس في تونس وخاصة في مجتمعنا التونسي، ما كانش نقولوا مجتمع مدني
ناس متطوعين، أبناء المدرسة الأصليين، ياسر ناس تلقى نجح في حياته، قرأ في مدرسة ولا مقاول ولا صاحب شركة ولا ميسور الحال ولا موظف دولة كبير، كل معناه قدير وقدره، ويقع التشبيك بين الناس هذوما والمؤسسات المدرسية ونلقاو صيغة. إلا متى المدرسة الابتدائية ما عندهاش ميزانية؟ أنا يقولوا لي مديرين في التعليم الابتدائي معناه عنده مصروف نتاع مكتوب وكان نتاع ولده يسير في مدرسة ابتدائية، يلزم نوفروا الحد الأدنى من أنه هو يتصرف ويلقى حلول، لأنه احنا تو الحقيقة في العصر هذا نطمح المفروض على رقمنة المؤسسات وإدخال المنظومة الإعلامية والتابلت والغيرة، واللي سمعنا فيها ياسر الكلام قال سيد الوزير آخر مرة نسمع فيها ولا معقول، قالت أنا شنو باش ندخلهم من الإعلامية هو ما عندوش سبالة متاع ماء في المدرسة والآخر ما عندوش طاولة محترمة والآخر ما عندهاش سبورة وهذا كذا، بأي معقول نوجهوا جزء من الجهد في هذا الاتجاه؟ شنو برنامجكم قبل بداية سنة المدرسية نهار 15 إن شاء الله؟ إن شاء الله. هو الحقيقة في العمل في داخل وزارة التربية في تواصل وبشكل دائم، اليوم حفرنا في حدود 118 بئر، هذا انطلاقا من تدخلات المجتمع المدني، هذه كلها بتدخلات مباشرة من المؤسسات المالية والبنكية وكذلك المنظمات والجمعيات. الحقيقة عملنا أشواط محترمة من خلال تدخلات المجتمع المدني، السنة وصلنا في حدود 25 مليار اللي هما إلى حد شهر جوان، وطالبين أكثر خطر بالحق اليوم المؤسسة العمومية طالبة تدخلات أكثر وأعمق. لكن المسألة المائية اللي طرحتها وهذا اللي طرحته السيدة الوزيرة بشكل مباشر لأنها تتدخل في العملية التعليمية وفي العملية التربوية كما قلت، إذا كان منوفرلوش أدنى الخدمات داخل المؤسسة أكيد باش نفرها أو أكيد باش تكون مدرسة غير جاذبة ويكون خارج الأسوار. هذاك علاش الحقيقة نحن في تواصل دائم مع مصالح وزارة الفلاحة خاصة منها الإدارة العامة، مشكورة الإدارة العامة للموارد المائية اللي هي في كل مرة اللي بتعطينا تراخيص حتى وتكون استثنائية باش نحفروا في بعض الوضعيات في بعض المدارس، لكن هذا كما قلت راهو ما يغنيناش اللي زاد الموارد المائية اللي موجودة في بطن الأرض لازم زاد نحموها، وهذا يواجب كل هيكل من هيكل الدولة باعتبارها أني مخزون للأجيال القادمة. هذاك علاش اليوم ما هوش الحل فقط على مستوى الأبار، خاطر ثم بعض المناطق الحمراء أو بعض المناطق التي لا يمكن الحفر فيها، هذه خممنا في إيجاد وضعيات أو حلول ثانية اللي هي تتمثل في خزانات إسمنتية ثم منها ذات وحدة واحدة أو ذات وحدتين، معناها وحدة لاستقبال الماء والصالحة للشرب أو لتجميع الماء من كيف كما قلت من فسقيات في إطار كيني ماجل. هذا المبدأ فيه أني نأدوا الخدمات الضرورية داخل المؤسسة التربوية على غرار التنظيف على النظافة أو المركبات الصحية. اليوم زاد مشينا في الصهاريج بالنسبة لبعض بعض المدارس وشرينا في حدود 60 صهريج، هذا شريناهم من خلال القرض الإيطالي مع المجرورات مع التراكتور باش يحاولوا يأمنوا بالاستعانة أو معاضدة مجهود وزارة الفلاحة في الغرض. كيف حاولنا ندخلوا أترافير من خلال المجتمع المدني، وفرنا في حدود 173 خزان أونينوكس، معناه اللي هو خزان مصادق عليه وزارة الصحة، خاطر اليوم زاد سلامة التلميذ وسلامة صحة التلميذ هي واجب. هذاك علاش اليوم نعادش نحكو على مؤسسة ما فيهاش آلية أو يغيب فيها آلية، ما عندناش هذا في المؤسسات التربوية، لكن اليوم زيدا ولينا نلوجوا على آليات ثانية لضمان استمرار تزود المؤسسة التربوية بالماء في جميع الوضعيات، سواء سونات، خاطر اليوم ثم مدارس فيها مرتبطة بالشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، لكن بالإضافة لها حطيناها حفرنا في وسطها بير، بالإضافة لها زدناها خزان باش يضمن استمرارية، خاطر اليوم المؤسسة التربوية فيها مبيتات فيها مطعم، وهذاك علاش اليوم الخدمات هذه لازمنا نأمنوها بشكل دوري وبشكل مستمر. طرحين مع المجتمع المدني حتى على جمالية المؤسسة، ما تلقاش ثم مدارس تدخل لنا تلقى فيها اخضار لا اشجار لا ورد لا مدهونه، فما مجهود كبير في هذا الجيل الجديد من المؤسسات. انا اتمنى نزور مدرسه تشوفها
حديقه يعني المفروض مثلا في المشروع نتاع معناها الممول من طرف البنك الدولي هذا وفي احداث الاقسام التحضيريه كان التوجه هو انه يتم احداث قسم تحضيري في المدرسه اللي باش ندخلوا فيها ويتم تعهد وصيانه المدرسه براتيكمون الكل معناها صيانه شامله وتكون يعني معناها في حله جديده وقاعدين معناها بصراحه ندعوكم حتى بتات لزياره بعض المؤسسات يعني كسوى الاقسام التحضيريه كسوى المؤسسه خدمنا ياسر على الجانب الجمالي وعلى الجانب البيئي هذا موجود لكن ربما في تعقيبا حتى الملاحظه نتاعك وهي ملاحظه ممتازه فيما يتعلق بميزانيه المدارس الابتدائيه وهذا اشكال حقيقي فيما يتعلق بمحاكمه المدارس الابتدائيه وحكومه التصرف المدارس الابتدائيه هو صحيح اليوم المدرسه الابتدائيه لا تعتبر مؤسسة عمومية وما عندهاش لا الاستقلالية المالية ولا الشخصية القانونية وهي ملحقة ترتيبيا بالمندوبية الجهوية وباعتبارها المندوبية الجهوية هي اللي تصرف على المدرسة الابتدائية فما مشروع في الإطار هذا اللي معناها أنه يتم إكساب الشخصية القانونية وإلا تمتيع المدرسة الابتدائية بالشخصية القانونية والاستقلال المالي بطبيعة الحال ما نجموش نعطيه صفة المؤسسة العمومية لكل المدارس الابتدائية باعتباره من العدد الكبير جدا ولكن مشينا في توجه حسب عدد الفصول وهذا مشروع موجود اليوم ان شاء الله يتعدى وان شاء الله يهبط في قانون الماليه باش تولي المدرسه عندها الميزانيه نتاعها وعندها الشخصيه القانونيه نتاعها. بالنسبه لمجهود المجتمع المدني، مجهود المجتمع المدني كي نقول لك اليوم المدارس الابتدائيه في وقت من الاوقات نسبه كبيره منها تبنات معناها بعد الاستعمار معناها في الفتره اللي بعد الاستعمار بناوها ناس نسبه كبيره ياسر بناوها الاهالي اليوم كي باش تدخل فيها راهو نسبه التدخل فيها في حدود 400 مليون 350 مليون 500 مليون وصلنا حتى 600 مليون ندخلوا في المدرسه الابتدائيه للتعهد وصيانه نتاعها. المجتمع المدني قاعد يخدم في خدمه كبيره صحيح ولكن لابد من اعتمادات مهمه لتعهد وصيانه المؤسسه التربويه. انا معاك كي نقولوا 4577 مدرسه ابتدائيه راهو الوزاره معناها قاعده كل عام تتدخل في عدد هام من المدارس الابتدائيه. المشروع الممول من البنك الدولي يتعلق بالمدارس الابتدائيه، عندنا مشروع اخر اللي هو دعم التعليم الابتدائي ممول من طرف الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي كيف كيف للمدارس الابتدائيه. امس صارت اتفاقيه زاد كيف كيف مع البنك الاوروبي كيف كيف موجهه للمدارس الابتدائيه احداث وتعهد وصيانه. معناها اليوم فما معناها وعي على مستوى الوزاره باهميه معناها توفير كل الظروف الملائمه على مستوى المدارس الابتدائيه. فما خدمه كبيره تخدمت، ما زال صحيح فما بعض الاشكاليات اللي موجوده بالنسبه للاشغال اللي في بدايه السنه الدراسيه. تعرف سي خليفه وانه هذايا معناها ياخذ عليه قانون الصفقات العموميه تعلن على صفقه وبعد تنجم تكون غير مثمره تعاود الصفقه، اجال الانجاز هذا كيف كيف تتجاوز ساعات الثلاثه اشهر فتلقى روحك مجبر. ولكن الوزاره في كل الحالات في قانون الصفقات هذا الوزارات تمشي مجلس النواب وتلقى في حل في كل القطاعات. هو قاعد المشكلة في كل نتاع قانون الصفقات مش مرتبطة أساسا بالقانون. راهو كنت كي تعمل طلب عروض وطلب العروض هذا يجي غير مثمر وزات أوبليجي وأنك تعاود طلب عروض آخر بغض النظر على القانون ومبدأ المنافسة والميو ديزون والموان ديزون إلى غير ذلك. ساعات فما إشكاليات في تنفيذ الصفقة في حد ذاتها، لكن الوزارة تحرص بطبيعة الحال لضمان كل معناها إجراءات السلامة والفصل ما بين الحظيرة وقاعات التدريس إلى غير ذلك. بالنسبة للماء صالح للشراب، الماء صالح للشراب مجهود كبير تبذل مع وزارة الفلاحة وكما قال سي الأسعد اليوم تقريبا كل المدارس الابتدائية فيها آلية من آليات التزود، يا إما سوناد يا إما بير يا إما ماجل يا إما فسقية مشينا فيهم حتى الحلول هذه يا إما السهريج. لكن ساعات تلقى إشكالية في تعبئتها اللي عبر عليه سي الأسعد بعدم الانتظام في التزود بالماء صالح للشراب. فالحل ربما مش الجذري لا محاله خاطر ما نجموش نحفروا ابار في كل المؤسسات التربويه. الحل هو انه بالتنسيق مع وزاره الفلاحه المؤسسات اللي يمكن فيها حفر ابار باش نقوموا بحفر ابار. عرفنا علاش نناقشك في هذا يا استاذ؟ يعني كي نغزر وضعيه المؤسسه هكا تو بعد نفيق بها في النتائج في البكالوريا. واحنا تو بعد ايام وتظهر نتائج البكالوريا، تو كي تعمل الخريطه قدامك وان شاء الله نعملوا دراسه في هذا الجانب وتغزر الخريطه النتائج في البكالوريا وتغزر خريطه التفوق وتشوف المعدلات الكبيره وتشوف المتوسطه وتشوف نسبه الانقطاع المدرسي تلقى فيها جزء من الاجوبه. فك المدرسه هذيك اللي ما فيهاش الماء واللي يمشي لها 5 كيلومتر على ساقي وما فيهاش كرسي واللي غاب فيها المعلم واللي مكسره من هنا والبرد مكسر بالنهار المشاكل هذيك تتراكم بعد على مستوى الكم. كي تعمل العمليه الحسابيه تفيق علاش المدرسه هذه نسبه نجاحها وانتهاء التلاميذ للدرجات الاعلى في القرايه
أكثر من غيرها، خاصة مدرسة يبدأوا يقرأوا فيها 50 و60 تلميذ سنة أولى، شوف قداش يوصلوا في السيزيام وبعد في النوفيام وبعد في البكالوريا وبعد في الإجازة، تفيق أنه جزء من النجاح بتاع التلامذة مرتبط بالبنية التحتية. مرتبط بالبنية التحتية وبعوامل أخرى. نعم. لكن زاد راهو باش نكونوا واضحين، هذا الجزء اللي يخص في المناطق الداخليه، راهو المؤسسات التربويه تنجم تكون الوضعيه نتاعها خير من المؤسسات اللي موجوده في ممكن فما اشكاليات في التنقل او في الاشكاليات نتاع والله الحلول نتاع التنقل براتيكمون حاولت الوزاره اليوم. الوزاره معناها كي المواطن العادي يسمع وان وزاره التربيه قاعده تشري في جرارات بيتاتر يتعجب، كي يسمع وزاره التربيه قاعده تشري في كيران تشري في حافلات قاعد يتعجب، ولكن هذا مجهود من الوزارة لمعاضدة وزارة النقل ومجهود من الوزارة لمعاضدة وزارة الفلاحة والموارد المائية باش نوريك اللي كانوا تقريبا كل الحلول حاولنا نمشي فيها، لكن ساعات تلقى إشكاليات كما قلت لك على مستوى انتظام التزود، على مستوى الموارد البشرية، على مستوى النقل، على مستوى كذا، تخلي بوتيتر معناها المدارس هذه تكون نقاط عبور، تكون إشكاليات من نوع هذا. لكن اللي نأكد عليه اليوم وأنه المدارس الريفية والمدارس اللي هي معناها ما خدتش حظها على مستوى تعهد وصيانة تمت برمجتها على مستوى كسوى الاعتمادات المموله من طرف القروض واحال في الاحياء الشعبيه ولا في غيرها. بالضبط مجهود كبير قاعد يتبذل ان شاء الله مع السنه الدراسيه القادمه يكون العديد من هذه الاشكاليات يتم تجاوزها. شكرا لك مصطفى كريم. 4000 مدرسه مدهون ان شاء الله. 750 اكثر هو الحقيقه. تم حمله باش تنطلق ان شاء الله بعد اخر بعد معناها اخر امتحانات في التدارك، تدارك البكالوريا ان شاء الله. تم حمله باش نقودوها اترافير المجتمع المدني واللي عندهم علاقه او شراكه مع وزاره التربيه، باش نحاولوا نعاضوا مجهودات وزاره التربيه في تواصل او في حوكمه التدخلات، في تواصل مع المؤسسات اللي مش بتدخلوا فيها يدخل فيها اترافير المجتمع. شكرا لك مصطفى كريم بوعمود رئيس وحده التصرف حول الاهداف بوزاره التربيه. ايضا لسعد شوشان مكلف بمأمورية بديوان وزيره التربيه. نستقبل بعد الفاصل عماد الحمامي الناشط السياسي.